هم قسمونا، هم نجحوا في أن يخدعونا. في البداية كانت قدسنا هي الهدف، ثم العراق، ثم سوريا، ثم ليبيا، ثم اليمن، فأصبح قلب كل واحد منا على دولته. بعدما كان لو جرح مسلم على وجه الأرض كنا نجرح وكنا نبكي الدم، لكننا اليوم فرقونا. فاليوم لم يعد الأمر على ذلك. كان في بداية الأمر أنا ابن هذه الدولة، قلبي على هذه الدولة، ثم قسمونا أكثر، أصبح أنا قلبي على مدينتي، ثم قسمونا أكثر، أنا قلبي على قريتي، ثم قسمونا أكثر، أنا قلبي على حلتي. يعني حتى الدولة ما مهم، ما يحدث في الدولة، المهم الحلة ليس فيها شيء. ثم أصبح الأمر قسمونا أكثر، أصبح الواحد منا قلبه على عشيرته، ثم قلبه على أسرته، ثم قلبه على زوجته، ثم قلبه على نفسه. تدرجوا في خداعنا، تدرجوا في خداعنا. فاليوم لو أحرق المسجد الأقصى لا عين رأت ولا أذن سمعت. حينما يستشهد 3000 طفل في إدلب قبل أسبوعين في ليلة واحدة، أظن أن بعضنا يسمع الخبر للمرة الأولى. خدعونا، ألهونا، أرادوا أن يلهونا بفتات يومنا. وهم لما خرجوا بعد استعمارهم عرفوا أن يعطوا الأمانة لمن؟ أعطوها لحكام أيضا يلهون. والله لو خرج هؤلاء من استعمارهم وهم يشكون 1% أنهم لم يتركوا رجالا باعتبار أنهم رجالهم يعتمدون عليهم في إلهاء الشعوب عن القضية الأسمى، قضية جرح المسجد الأقصى، والله لظل الاستعمار إلى 2019. لكن الاستعمار رحل وعرف ماذا خلف بعده، خلف حكام يعتمد عليهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.